تعتبر لعبة كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية وشهرة من بين الألعاب الرياضية جميعاً، وهي لعبة عالمية وهي ساحرة بالفعل لأنها تخطف الأبصار والقلوب والعقول، فهناك آلاف المتابعين لها سواء للأندية الوطنية والمحلية أو الأندية التي حققت نجاحاً جماهيرياً عالمياً. ولكن رغم ذلك شهدت بعض الملاعب الرياضية حوادث أو أحداث عنف بين الجماهير تسببت في مقتل العشرات وجرح المئات، وفي هذا الفيديو سنتناول قصص أعنف حوادث الملاعب التي شهدها التاريخ. كارثة ملعب هيسل. لقد كان ملعب هيسل في بروكسل على موعد مع الحزن والموت في يوم 29 مايو 1985، حيث انهار جدار نتيجة لضغط الجماهير الهاربة من الملعب كنتيجة لأعمال شغب قبل بداية مباراة نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة بين ليفربول الإنجليزي ونادي يوفنتوس الإيطالي. في هذه الليلة الحزينة وقع نتيجة أعمال الشغب 39 شخصا قتيلا من مشجعي يوفنتوس الإيطالي، وأصيب 600 شخصا بجروح. لقد كانت ساعة واحدة هي الفاصلة لبدء انطلاق مباراة بين ليفربول ويوفنتوس، حينما قامت مجموعة كبيرة من مشجعي ليفربول بكسر السياج الفاصل بين مشجعي الناديين. حدث التدافع وفي النهاية انهار الجدار الصلب. بجانب شغب الجماهير فإن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى وقوع الحادثة وزيادة عدد الضحايا، لعل أهمها أن ملعب هيسل هو الملعب الوطني لبلجيكا، إلا أنه كان مكاناً غير مناسباً لمثل هذه المباراة الكبيرة. لقد كان عمر الملعب وقتها 55 عاماً ولم يتم صيانته منذ سنوات، وكانت بعض أجزاء الملعب مهدمة. الملعب كان مكتضاً بالجماهير أكثر من 25 ألف مشجع لكل فريق. كارثة ملعب هيزلبرا. شهد ملعب هيزلبرا، ملعب نادي شيفيلد وينزداي في شيفيلد بإنجلترا، تدافعا ودهسا بين الجماهير، وبالتحديد في 15 أبريل 1989 خلال مباراة كرة قدم بين توتنهام فورست ونادي ليفربول ضمن الدور النصف النهائي بين بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. راح نتيجة أحداث العنف التي شهدها ملعب هيزلبرا 96 قتيلا تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 64 عاما، وأصيب 770 شخصا آخرون. بعد مرور 3 دقائق على بداية المباراة حدثت المأساة بسبب التدافع داخل المدرجات، فلم يعد المدرج يحتمل الأعداد التي فاقت السعة، وكانت سعته 35 ألف مشجع فقط. فأدى غياب التنظيم وزيادة عدد الجماهير والتدافع إلى دهس عدد كبير من الجماهير لا سيما صغار السن. في تلك الفترة كانت الأندية الإنجليزية مشهورة بوجود سياج حديدي يفصل الجماهير عن الملعب بسبب انتشار ظاهرة الهوليغانز في السبعينيات والثمانينيات، لكن السياج الحديدي كان سبباً رئيسياً لزيادة الكارثة مما أدى لوفاة عدد ضخم من المشجعين. أحداث ستاد بورسعيد. كان ستاد بورسعيد على موعد مع ليلة سوداء شهدت أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، وبالتحديد في 1 فبراير عام 2012. هذه الكارثة راح ضحيتها 72 قتيلا ومئات المصابين بحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية. كان ستاد بورسعيد يشهد مباراة كرة قدم بين النادي الأهلي والنادي المصري. بدأ أول إنذار لوقوع الكارثة بنزول الجماهير لأرضية ملعب المباراة أثناء قيام لاعبي الأهلي بعملية الإحماء، ثم اقتحم عشرات المشجعين أرضية المباراة في الفترة ما بين شوطي المباراة. لقد تكرر الأمر بعدما أحرز المصري هدف التعادل ثم هدفي الفوز التاليين، حيث اقتحم أرضية الملعب آلاف المشجعين يحملون أسلحة بيضاء وعصية من جانب فريق المصري بعد إعلان الحكم انتهاء المباراة، وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي. يرجع البعض أسباب هجوم مشجعي المصري على مشجعي الأهلي إلى عبارة كانت مكتوبة بمدرجات مشجعي الأهلي: بلدي البالة ما جابتش رجالة، مما اعتبرها جمهور بورسعيد إهانة لمدينتهم. بينما ذكرت مصادر عديدة أن السبب غياب الإجراءات الأمنية والتفتيش أثناء دخول المباراة، علاوة على إغلاق الأمن للبوابات أمام جمهور النادي الأهلي.
وبالتالي لم يتركوا سوى بابا واحدا ليخرجوا منه، مما أدى إلى تدافع الجماهير ووفاة عدد كبير منهم. لقد عاد الجماهير الذين خرجوا بفرحة لتشجيع ناديهم المفضل إلى ذويهم في صناديق، وكانت تلك الحادثة أمراً محزناً لمصر كلها، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية والشعبية بعدها. مشاهدين الكرام، حتى لا تتحول الأحداث الرياضية المبهجة الممتعة للجماهير إلى أحداث محزنة يروح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، يجب أن يكون هناك روح رياضية لدى الجماهير المشجعة، ويجب أن تكون هناك ثقافة رياضية بين الشعوب ترفض وتنبذ التعصب الرياضي، كما يجب اختيار الملاعب الرياضية المناسبة للأحداث الرياضية الكبيرة، وأن لا يزيد عدد الجماهير عن سعة الملعب المحددة. كذلك يجب الأخذ في الاعتبار التأمين الأمني والتنظيم الجيد للمباراة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.